يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الأخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وبعد، أيها المثل، يقارد الإمام محمد بن إدريس الشافعي رضي الله عنه: إن تجزى الله الشدائد كل خير وإن كانت تغصصني بريقي، وما شكري لها حمدا، ولكن عرفت عدوي من صديقي. عندي قال الإمام الشافعي رحمه الله رضي الله عنه: إن تجزى ربي الشدائد اسم كل الخير. ذا شي ما قال الشدائد مثلا جمع الشدة، معناه ذين ذا الضيق ذا الهم ذا الغم ذين أدي سن الودي أدي غير غفي عبد ويزمير ثياثن ويزمير عسي صبر الهموم ذا الغموم ذا المشاكل تسخمانات ذين قال يعدين ذيك ذات العبد ذيريث يعار وسيزمير على شكل ما يقال الشدة. ولكن الذي قال التجازي ربي الخير، هذا الصح التجازي ربي الخير؟ لا، ماشي واللي ثلاث نعمات ثقت بعض ربي فلان جميعا، ولكن يبغى ديني بلي ساعة الضر وساعة النفع. ذا شو النفع نسيت؟ خزر كان الذي قال: وما شكري لها حمدا ولكن عرفت عدوي من صديقي. إلا ذا النفع نسيت ذي نري ديفان وحبيب ذي نري ديفان وعذاب ذي الشدة تسبان يرقز إنه يثبتن إلا يخذ الطيق دي تسبان وفيق كجنيا. إذن معناه أنظر بلي حبيبيك وتصبر هذه المخنطيق وتسمح سبر هذا حبيبي يا حبيبي اللي ساعة وما أكثرهم بالغور وقيد الله ماشي دين يفرون. ولكن ذي الوقت نعم إقارات شو الطفل أك الطفل دوني إقارات وحير أنا ورد فض غرطة فيه إذ القليل أرد فض أرد فض إذ الصح ذا حبيبي الصح وإذا ما أقول شوف لا ذا حبيبي المرام. ولكن ماشي ينوذ من الله لا وذ من النظم الداخلي. الانسان المؤمن يسعى ينوذ كاين اللي تبان نشوف لا اللي تبان نزدخي، ولكن بالقليل وقليل من عبادي من عبادي الشكور كي قصد القليل وقليل ما هم القليل. ولكن دي الوقت من الشده من الوقت من الطيق وذ من نشوف لا الماسك اللي نشوف لا غادي يغيهم وديفان وذ من الحقيقه زينا اخير ون ولا لدى حبيبي ذا حبيب اللي سع إسقاب لي منا ولكن ذا تقوي لنا ذا حبيبي كما جاء مثلا ودي تسبالنا وحبيب الحقيقة حشد الوقت الطيق ذا الطيق دي تسبال وفيق كما جاء مثلا ذا كان في دقار إمام الشافعي إنه اتجاز يا ربي سيخار سيكون كيف قلنا حبيبي وأكدوا عذاوي الوقت الشدة الوقت الطيق إنه كل محنة تزيد في الرأس فهمها كل بين اللي عدين غفي عبد اللي كش الدروس اللي كش العبار قس إيش مرة تصور حبيبي سبعين سنة كامل وتعقي مرة ماذا حبيبيك نعود عدويك أي خطر ولا أدرف إلا هو ينير يسيت جمرة تجربة. ولكن السمين ماذا قال يقول ضد الوقت النين يين يقال أدي حبيجا إذن أدي فان ماذا قال الصح ذا حبيبي نعو إلا ذا حبيبي كان يتمثل سبحان الله أشتاقين ذين إبو عرمي مثل ما يلا يعرف إكسسني خير يعرف ونسينا لنا ونسينا القيمة الأحباب العبد أريش الخير الغير نظم ذا شوف يعرف ذاقين وقيت الشيطان إسقان تسس تمثال ثوعة جرح بوي ما يلا العبد النيمة إما تخذ ذي خير يعني دنيا ما في الدار طرفيس أتسير خد بويني قوارن مدى عقبة أكيد يف ورس من بعد سنين أتيح بجد كشيني أتسنى بفلس تفتيرين وتصف بارن أنشتاقيني ذيني قوارن ولكن محدش من العبدة ذا في سين دي الدونيث أحبي بيك دمينا كني أتفض أما دي لسع أما دي الطيق أما دي الشدة أما دي الرخاء كما يثبتن الحباب لم تنثر صنع في الحباب إلا يقول له حبيب أنا ما كلامه زملاء استوخروا يا حبيبي
الصح ورتجمع هذا الشوخه ورجمع هذا كي اخر دائما شي حوايج دائما شي حوايج يجيك الى واحد في النظام ام الدواء انسان بعيد شي بعيد ولكن مي كي حوايج اقدي شي ولا شي قباله شي الرسول شي ما مستسوي امري مي راه ديالي غورك ولا يوم واحد الصف نظام مستيقه وتسي حوايج دار ابدا كما يتمثل. إذن هذه قال الإمام الشافعي أتصل دي تبان دي حباب ما تحسبه ولكن دي الوقت النقاة دي حويج جد القليل كما يتمثل. إذ وين الزمان يدن الورامة يتمثل من كل يوني الهالي يمانيس حاشا بكذا يرحم سيدي ربي خطأ سيدي ربي نحمل الحباب غفر بهم ثقمات غفر بهم المحبان غفر بهم يقلي ميحمين غفر بهم ارفد إذن في أعلى عاليين يرسبعان اقحب سيدي ربي غير ذات السلسلة ذي ثيليو أسماء فاكثيليو يوم القيامة رجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه يرسبعان اقحب سيدي ربي إلا نسينا بهم سين ميحمين نفوذ من سيدي ربي تسمولين في اللاس وتسم فرق في اللاس يقحوا بيثن سيدي ربي لكن دي العصر لنا غاية مثل يقرأي الخوف يكتسي لما لا يثمان يفوق الزمان كل ويل هذه يمانيس رحمي لن قولون ثوق غير من الدنف الجامي الضغلب كنيس لمحس بغى ربي يون كل حدين يخدم كل يون في دياس وسيس يقن خمامي ويام أي مثل سيدي ربي مشبيح سبحانه وتعالى يتصمر باش نختار رحمي فن غالميزة ليش نسام عادل دوينك حب ربيهم دوينك حب بنسي دي ربيهم وينك تبع نفر ديس وينك دي سمكثين يس يعدو كده سمكثين انا السي دي ربيهم ونسعى لدى حبيبيك اي خطوك يسعى ولا رفي اخاتيك ذكر والذاكرين الله كثيرا والذاكرات اعد الله لهم مغفرة واجرا عظيما يقدر يتذكر سيدي ربي سبحانه وتعالى الشرك فلا دائما سيدي ربي كده يتذكر يا ايها الذين امنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا كيف وين يا تذكر سيدي ربي شرك فلا عقيد ذي مؤمن غسع وده ذي يسني حياه ذي حرام وكيخدع حرام وكيتسبر حرام وشير المصلحين شن الدنيا في ذي يقول غرورك كيجي سيد ربي غادي قال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين إلي تلقي ذي ذكي ذتش ذي قذ يكتب عنا في ذلك سيد ربي أفرد النبي صلى الله عليه وسلم كيجي نيت مثلا إلا قال أغدي توصل صلى الله عليه وسلم إلا دم حذر في من ون اخترت بقالة يحوم اخترت بقالة يحوم المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالي خسر بقالة سعود دحفي فيه وما ثم يدي فضناك وري ولا تجيب ذا ضرورك كقينا غايت مثل لا يقال وذ يقال حن دوني ذي خلط نسل ذي قال ذي تخلط يحفي في نور بيهم أغني نفع عندي دوني ذي وذي يشفع عندي خلط ولكن ماذا قلت وذ تساعد أهذا وربي تساعد ذا حفي عندك الجوغة أكي الجوغة غير جهنم أزكى أتغز الظرف سيك أشي من أتسعو ذا حفي أشي مالا لحوه يدس نتسيب شون سيد ربينا نتسيب شون النبي مشريح صلى الله عليه وسلم ما ونكيل يدوغ يدس أكالا دي قارية مثل دي سورة الفرقان سيد ربينا دي غيطا سبحانه وتعالى يوم ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتى ليتني لم اتخذ فلانا خليلا لقد ضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا خذلك الذي قال وكان الشيطان للإنسان خذولا صحيح مثل شميد السداء الشيطان للخذول للإنسان للساعة للساعة أكي يوي الجير فريد أكيد أكيد أكي يوي أكي يوي الجير جهنم كم رح تصار غثونا ما تصعد يا حبيب ما تصعد هذا هو رسيد ربيهم ونفي على فريد نسيد ربيهم أفريد ويفي على فريد النبي صلى الله عليه وسلم أعقيد بقيت الشيطان خرب قلنا في قلت في عارو كده سذكرة سيدة عارو كده سذكرة النبي صلى الله عليه وسلم غسل فيه تزدخل الخطر كسر ذا حبيبي ود الشيطان ذا هذا حبيبي نخذ الشيطان لا في بعض ربي فلان الجميع أنا يخذ كي كنا إذن الصديق وقته
الضيق ذاك أتى عقيد باليوم أحبيبي دير وقت الضيق ألف دوخمة ألف توين خطأ أنا ألف دير وقت الضيق دويني تسوان شيء ربي الخالق سبحانه وتعالى خطأ لا بد للإنسان الذي يشعر أحبيبي يسددوني إنما المؤمنون إخوة المؤمن دث مثل المؤمن أخو المؤمن المسلم أخو المسلم أكد قال صلى الله عليه وسلم سيدة ربي قال إنما المؤمنون إخوة المؤمن دث مثل تصليم أنا كني هدر كني أدرنا كني تصليم ذكر ذكر قال وذكر فإن الذكر تنفع المؤمنين أنا وذكر ذكر أثمثني في عباد ذكر أثمثني إيمونين نتسو مرة من كل يوم الذي ذكر وين كل يوم الذي شبه ثواي الدين النصيحة اللي قرأ الرسول صلى الله عليه وسلم من كل يوم أديف جم لعيوف نهماس السنينين أيما وخاصينا أيما تخري ويا أيما المسلم مرآة أخيه المسلم أمر مريم إذ ما كنتم أخدم العيليه أخدم السوصرة أخدم الوحدي كرمزغي أخدم المثل الوحدي كيف الضحارة أخدينا لهذور يقحب سيد رب يضرب لي سعى الأجر ذي أخطر ذات مثل أغفوذ ما ربي الخالق سبحانه وتعالى كما يث مثل إذن أني وإذا أحبيبي ذوينك نعم أكد ذكرا سيد ربي الخالق سبحانه وتعالى أكدي تسمان أفريد الخير أكدي سكنين العيوف أكدي تفقين وتفضي الوقت الضيق ذي الوقت الشدائد كما قال أيث مثلا الإمام الشافعي إنك جزى الله الشدائد كل خير الشدائد إشكر الهم ذي الغم الشدائد وين كوالي عدين غفي عبد يوعى إشكر ذي الإمام الشافعي أخذ رشينا إنك غصد الضار كان إلان تكس ولكن ساعة نفع ذا شو نفع النفع أجد سكن حبيبيك أجد سكن عذابي جزى الله الشدائد كل خير وإن كانت تغصصني بريقي وما شكري لها حمدا ولكن عرفت عدوي من صديقي أرجع يا ربي من المؤمنين حق الإيمان أرجع يا ربي من الذين استمعوا القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم الأرباب وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.